بناء على توجيهات القيادة الحكيمة وتأكيدا على مبدأ التواصل والتراحم، نظمت محافظة المحرق زيارة إلى مركز المحرق للرعاية الاجتماعية، وذلك لتقديم التهنئة لكبار السن ومنتسبي المركز بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث أشاد السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق باهتمامهم الملحوظ لكبار السن من الآباء والأمهات من نزلاء المركز. لفتة سنوية حملتها سحب التقدير والرعاية يجود بها من فرض الكهل وكبر السن على أجساد فأضعفها، وكانت لهم دور رعاية المسنين موطنا ومعيشا. ومن باب الاهتمام بكبار السن يبرز دوما أناس يكافحون ويسعون من أجل مساعدتهم ومساندتهم، لتأتي زيارة محافظة المحرق لمركز المحرق للرعاية الاجتماعية مكللة بمشاعر التهنئة والتبريكات، مقدمة لكبار السن ومنتسبي المركز بمناسبة عيد الأضحى المبارك. هالزيارة دي اللي نشوف فيها هالعناية الفائقة طبعا يعني للقائمين على هذا المركز، ولا بد ان نقدم لهم الشكر والتقدير. هذا اللي طبعا يعني اللي قدموا يعني عبر تاريخهم في كل الوظائف قدموا للبحرين الشيء الكثير، فلا بد ان احنا على الاقل نوقف وياهم في هالسنين اللي يعيشون الان ولا نتركهم. اليوم يوم سعيد لنا جميعا، تواصلنا مع أبهاتنا وأمهاتنا، ولا شك بأن الواجب يحتم على كل فرد بحريني أن يقوم بمثل هذه الزيارات الميدانية لهذه الدور. هي رسالة تذكير لكل الأبناء في الخارج الاهتمام بهذه الشريحة. حقيقة هذه الزيارة تأتي هاي المرة مع مناسبة عيد الأضحى الكريم، وهي كذلك في سياق اهتمام جلالة الملك حمد بن عيسى الله يحفظه في الاهتمام بهذه الشريحة. جهود مجتمعية يتم مضاعفتها بين الحين والآخر، تنصب في المراكز التأهيلية والعلاجية نحو رعاية كبار السن من الأمهات والآباء للعناية بهم ليعيشوا حياتهم ببساطة وينالوا حقوقهم كافة، فهم أكثر فئات المجتمع التي تحتاج للاهتمام والرعاية بعدما قدموه من خدمات وأعمال وأفكار ساهمت وبشكل كبير وفعال في بناء عالمنا الحاضر. زيارة المحافظ يعني تسوى كل شيء بالنسبة لنا احنا كمسنين، تشجيع منه، فصراحة يعني الواحد يحس ان في ناس تهتم فيه. مستانس الحمد لله وشكر له كريم. الحمد لله الله يا بنو حاطني هني. ما لي احد عندي ولا شيء. هدايا وفرقة شعبية وزوار مهنئين التقوا بعدد من كبار السن داخل المركز ضمن الحفل الذي أقامته محافظة المحرق ليدخل السعادة والبهجة داخل قلوب المسنين وللتأكيد على مبدأ التواصل والتراحم. من هنا من دار رعاية المسنين في المحرق تحيا أجواء عيد الأضحى المبارك وتخلق الابتسامة والفرح في محيا من لازموا دور هذا المركز لرعايتهم. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.